سهلا وصباح الخير. إذا كنت عاطل أو شخص تبحث عن وظيفة وصادفك هالموقف اللي ممكن يغريك وتتوقع أنك ممكن تربح منه وتتغلب على الوضع المادي اللي عندك، أو حتى ممكن تكون موظف وأمورك طيبة وتقول أبا أطمع أن يصير يجيني مبالغ ودخل إضافي، احذر من هذه الطريقة لأنها انتشرت. وأحد الأصدقاء محامي وبعد شوي بسمعك كلامه وبتشوف وش القضايا اللي صايرة عنده خلال الفترة هذه الوجيزة. يعني تخيل خلال 10 أيام 3 قضايا بنفس الفكرة ونفس السيناريو ونفس الوضع، وقضيتها جامدة، يعني ما بشيء سهل، تتعلق بممكن تمويل إرهاب، ممكن بغسيل أموال، فكارثية. أبيك تركز معي تكفى وتاخذ حذرك. أنا أعرف أن كثير منكم فاهم هالأشياء، لكن والله القلة لو أنهم 1% من الناس تصدق هذا الشيء أنه يغبننا وودنا أن نوعيهم ويفهمون اللي قاعد يصير، لأن في فعلا الناس يعني عنياتها. اللي صاير باختصار، بعض العصابات المحتالة اللي موجودة خارج المملكة أصبحت تستهدف بعض السعوديين من خلال أن يتواصل معه بإيميله بجواله بالواتساب ويعطيه اسمه ويقول أنت فلان وأنت أخذنا رقمك من ناس تمدحك وأنت ثقة ونبي لك الخير ونبيك تكون وسيط لنا أو شريك معنا في عملياتنا المالية علشان تكسب وحنا نكسب. بعضكم بيقول أوكي طيب وش السالفة؟ بيقول لي يا طويل العمر إحنا في دول نتعامل معها مثل السودان اليمن ما نقدر نحولها، عندنا قيود في دولتنا تمنع هذا الشيء، وإحنا شركة صينية شركة يابانية ونبي نحول الأموال من الصين أو من اليابان لليمن أو للسودان بس ما نقدر، نبيك أنت تتولى هذه المهمة. حنا بنعطيك يا أما مبالغ عن طريق وسط يجونك في السعودية يسلمونك إياها كاش وأنت تودعها وتحولها، أو ممكن نحولها لحسابك وأنت تطلعها من عندك. الموضوع ممكن يكون جنوني بالنسبة لبعضكم، لكن للأسف في ناس على نياته وتصدق. والله إن في محامي الأخ العزيز عبد العزيز العصيمي، وبحط لكم كلام شوي بتسمعونه كامل يشرح القضية. ناس تشتكي من هذا الشيء، وقعت في هذا الشيء، أرسلوا لهم عقود أوهموهم أنهم شركات، وقعوا عقود تعهدات أنك تتحمل وأنك عشان هدده، وبدأوا يعطونها أموال أو يحولوا لها أموال، وهذا الشخص تجي بحسابه ويمرر يحولها لحسابات في السودان لحسابات في اليمن، وفي النهاية قبض عليه ومتهم الآن بقضايا غسيل أموال، قضايا دعم رهاب، وبلاوي ممكن ما يطلع منها طول حياته. ومهما كان حسن النية عندك ومهما كنت يعني وضعك سليم، بس أنك أخطيت أنك وثقت في هذولي، النظام والقانون ممكن يعاقبك وتتحاكم بهذا الشيء. أنا من خلال هالرسالة اللي وصلتني من هذا العزيز أبي أنقلها لكم، أبيكم تحذرون ولا تثقون بأي عروض من هذا الشيء. حسابك الشخصي لا تستخدمه في أي عملية مثل هذا النوع نهائيا. السلام عليكم، الله يمسيك بالخير، وشلونك؟ طال عمرك طيب. أنا حبيت أني أرسل لك أبو ريما بخصوص مواضيع الآن بحكم أني محامي. الآن خلال 10 أيام هذه بس وصلتني 3 حالات من حالات النصب والاحتيال. سابقا وانت عارف سبق وتكلمت ما شاء الله تبارك الله في مواضيع سابقة ومهتم انت بهذا الشأن لتوعية الناس من عمليات النصب والاحتيال. والآن بحكم صدور النظام الجديد اللي هو نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام اللي هو داخل في نظام النصب والاحتيال، فحبيت أوضح بس شيء إذا ودك أنك تنشره للناس عشان ينتبهون لهذه النقاط. من ضمنهم للأسف ناس فاهمين وعاقلين وبالغين، وهذا شيء صراحة يزعل. كيف أنت تمشي عليك بعض الأمور هذه؟ العمليات الجديدة هذه يا أستاذ فهد، مثلا شركة في دولة معينة تتفق مع أحد الأشخاص ما تعرفه، مثلا تتصل عليه تقول إحنا سمعنا عنك أنك رجل ذو أمانة ومن هالكلام، نبغاك تكون وسيط بيننا وبين شركة، مثلا من ضمن الأشياء القضايا اللي عندنا شركة مثلا الشركة الفلانية في اليمن أو الشركة الفلانية في السودان. فالشركة اللي في الدولة الخارجية دي ترسل شخص في السعودية يقوم بإيداع المبالغ إلى حساب السعودي هذا، والسعودي هذا يروح يحولها وين؟ على الشركات اللي الدول الثانية. يعني الدولة اللي ترسل تكون يكون السعودي هذا وسيط بينه وبين الدولة الثانية. يعني هو لو فكر فيها، ليش الشركة مثلا الصينية اليابانية أيا كانت الشركة من أي دولة ترسل، ليش ما ترسل مباشرة على الشركة الموجودة في مثلا اليمن أو مثلا موجودة في السودان؟ فهم يأخذون السعودي كممرر للأموال، وهذه قد يدخل في قضية غسيل أموال، وهذه أقل الأضرار، ولكن قد يكون هناك ضرر أكبر.
انه يكون مثلا الشركه او الشركات كلها وهميه طبعا، تكون هذه كلها تمول لجهات ارهابيه عدائيه ضد الدوله، ويدخل في تمويل ارهاب، وهذه القضايا تمس الامن الوطني، واذا دخل فيها الشخص يعني صعب جدا الخروج منها حتى لو كان حسن النيه، لانه كانت شخص بالغ وعاقل، وتستقبل اموال ما تعرف مصدرها وترسلها الى شخص ما تعرفه ولا تعرف وش وضعه، او في طريقه اخرى يعني يرسلون لك المبلغ او يرسلون لك شخص في السعوديه يسلمها لك كاش، وتروح للبنك وتقوم بتحويلها مباشر على الحسابات او الاشخاص الاخرين، او يسلمها الاشخاص برضو في السعوديه. انا حبيت اوضح النقطه دي، لاني انا في خلال 10 ايام في مكتبي وصلتني 3 حالات، من ضمنهم امراه، والان المراه هذه مطلوبه في لدى الجهات المختصه. يا ليت بحكم ان منبرك ما شاء الله تبارك الله منتشر في السعوديه وخارج السعوديه، يا ليت تتنوع عن هذا الامر، لانه صراحه شيء زعل. انا اليوم يعني يوم شفت الموضوع هذا صراحه قلت لازم اكلمك فيه، والله يوفقك ويسر امرنا وامرك ان شاء الله يا ابو ريما.